اسماعيل تتلعب لفان باستن وبيقابله هاني ويلعبها بالعرض ويخش ويقلش هوبا كيف كيف يحرز الهدف الاول كيف يحرز الهدف الاول في المباراه. وهذه الاعلام اللي كانت بقالها 45 دقيقه وربع ساعه كمان 15 دقيقه ما اهو اي حاجه اي حاجه انما معلش كيف في الدقيقة 14 من الشوط الثاني يصفر توريانو ومجدي عبد الغني وضرب الجزاء وجول هدف التعادل للمصريين في الدقيقة 40 في الدقيقة 38 من الشوط الثاني. كلل الله مجهودات المصريين في النجاح في هدف التعادل في الدقيقة 38 وهذا التعادل هو نتيجة جهود كبيرة طوال هذه المباراة لأن المصريين